دابا هاد المحل هذا البداية ديالي ضربت فيه 8 ديال الشهور، من 9 ل 9 يوميا، 9 الصباح 9 الليل، سبت واحد. ملي القضية بانت ليا بدات تدخل صريفة، وكنت ندير كلشي لراسي، تدخل صريفة زدت العمال. من بعد فاش بعت لي القضية زوينة، زدت واحد لاتولي اخر، هذاك لاتولي الاخر حتى هو فيه العمال، فيه طريقة اخرى ديال الخدمة. هاتيك الخدمة اخرى عندها الكليان ديالها، هاد الكليان ديالها هما هي على حساب كل بيزنس تتقلب اشنا هما الكليان اللي مزيانين ليك، اللي غادي يخليك غادي مزيان بحال هكا، ماشي معول غير على مرة هكا مرة هكا. يكون عندك واحد العدد ديال الكليان. في الحالة ديالي مثلا الكليان الواعرين هما لي بوتيك، كتخدم مع شي بوتيكات هنا في امريكان اللي تصوب ليهم المواد، وعندك الليسته ديال ها شحال بغاو في هاد كل 3 شهور ولا كل 4 شهور تجيك شحال بغاو. وغادي اول حاجه دير ملي تحس بان البيزنس ديالك وقف على رجلي، هو تحاول تفرق المهام، ما تبقاش تبغي دير كل شيء لراسك. وهذوك المهام الاولاني اللي تيبانوا لي مهمين هو الماركتين. تخدم شي شركة ديال الماركتين عاد تخلصها الشهر الشهر، جوج مول الضريبة محاسب، ثلاثة هو الفاينانشال ادفايزر او مرشد مالي، هو اللي غادي يقول لك شنو غادي دير وفين، شنو هما الاهداف ديالك وكيفاش غادي توصل ليهم، وطاطان ها البركه اللي عندي ها تقدر تلقى شحال تيدخل. وطبيعه لها الربعه هي العمال، علاش هادشي؟ باش تبقى عندك الوقت، باش انت هاديك الوقت تفكر فيها كيفاش تكبر البروجي.